ازاي هنكسب 400,000 جنيه من ان احنا نبيع صوتنا؟ ازاي ده اللي هنقوله في سبوبة الرقم 152. تعال اوريك مصطفى على موقع فايفر عنده 451 تقييم وفي اوردر بيعمله دلوقتي حالا ومتوسط سعره $30 لل 50 كلمه بحسبه بسيطه عمل له اكتر من $13,500 يعني بالمصري حوالي نص مليون جنيه ببساطه من ان هو يبيع صوته كفويس اوفر بالعربي وده مثال يفائق الجوده رؤيه ليليه بالاشعه. تسالني وتقول لي طيب وهسجل صوتي ازاي اصلا؟ يعني ديت كده عندها معدات ومايكات. هقول لك باستخدام موبايلك دلوقتي الكواليتي بتاعه المايك بتاعته عاليه جدا وممكن ياخد صوتك ويسجله بالريكوردر بتاع الموبايل العادي وبعد كده تقدر تاخد ملف الصوت دوت وترفعه على الذكاء الاصطناعي وهو هيحسن لك كواليتي الصوت. طلع على ادوبي بودكاست وديت اداه مجانيه من ادوبي المشهوره طبعا بتحسن جوده الصوت من كده لكده تحفه. كل اللي عليك تعمله ان انت تسجل هنا حساب وبعد كده تحط الملف بتاعك هنا عن طريق ابلود تختار الملف تستناه يخلص وتبعته لعميلك. مبروك عليك في الوصول. لو محتاج مساعده للوصول لاول دولار ليك اونلاين ادخل على اللينك دوت هتلاقي جوه زرار للتواصل كلمني وهبعت لك كل التفاصيل وكده انت عارف.